فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا سؤال آخر عن أن الإنسان إذا دعا لنفسه هل له أن يؤمن بعد كل جملة؟ اللهم اغفر لي وارحمني آمين، ثم اللهم اغفر لوالدي يقول آمين، أو لا يشرع له ذلك؟ التأمين يكون للمستمع، أما الداعي يكفي الدعاء. ولم يرد هذا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا أمن، ولم يرد هذا عن الصحابة، إنما التأمين يكون للمستمع للدعاء. والمستمع للدعاء إذا أمن على الدعاء يكون شريكا للداعي. ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وهارون يقول آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى فقط، ومع ذلك قال الله قد أجيبت دعوتكما، لأن المؤمن شريك للداعي. ولهذا ينبغي إذا سمعت داعيا يدعو بدعوات طيبة أن تؤمن على دعائه، فإنك تشترك معه في الدعاء.